في ملعب بنيامين مكابا بدار السلام، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1. كرة عند وولو كوليبالي، ترسل كرة طويلة من جرنار سوسو. فريق ليفواري تشكيلة بالكامل محلية، مدرسة أساك مدرسة كبيرة، قدمت لاعبين كبار مثلوا منتخب الفيلة جيل منطقة فريق أساك. ارتقاء من شرع بين كونكا، ترجع فواريا، هنا خطورة فريق أساك. أساك في التحول السريع، لعب الكرة بسرعة، بدا في العمق، ولكن التغطية تتم والكرة تصل وسط الميدان. جاب ياخذ كرة، كامبيش جاب يرجعها الوراء، حاول يد اللعب الفريق التنزاني. إنكونكا باكا يلعب مرتاح الفريق الليفواري، كما ذكرت اتمنى الترشح الفريق الوحيد من الفرق الموجودة في الأربع مجموعات اللي ضمن الترشح بعد الجولة الرابعة. واليوم بيترو لوانتا يضمن الترشح بعد التعادل مع الهلال السوداني في اعتبار من غاية الأهمية. عبد الحق اللي مع اللي يسمع توج بلقب السوبر القاري على حساب الاهلي المصري 1-0. نهائي اللي يقيم في السعوديه، هدف بالعيد من علامه الجزاء. كره ترجع الوراء، نقلات ليفواريه الفريق الليفواري، ديارا السوبا، ولكن تغطيه تمت من انكونكا، رمي التماس ساليفو رجعها الوراء لفرانك سوسو. ساليفو ديارا السوبا، عمليه هجوميه للفريق الليفواري. كره تلعب الان عند 23 بوكو تلعب للوراء، تعود الاهلي الصالح فريق سيمبا. انتبا زونكيزا، ترجع الكره من سار عند انكونكا. مالون شي مالون يحاول الاحتفاظ بالكره في هذه اللحظات. الفريق التنزاني مازال يتعامل مع المباراه بحذر، شوط اول يتعامل معها بتحفظ كبير فريق عبد الحق بن شيخه. انكونكا باكا شاما، اللاعب الزامبي كلاتو شاما، يضطر فريق سيمبا ليرجع الكره للوراء. انكونكا لكابومبي، ترجع لكونكا، الحفاظ على الكره من جانب فريق سيمبا. فريق الليفواري في منطقته ينتظر سيمبا، كرة ترسل طويلة للشما ديال السوبا، كرة ترجع من بدا، دقيقة واحدة كبرها الجزائري بن ابراهيم كواقد بديل، لم يتوقف اللعب من خلال دقائق الشوط الأول. دقيقة واحدة كبرها الجزائري، كرة عند انكونكا يمرر انكونكا عند 33 سار كابومبي، سار يرجعها لينكونكا. انكونكا بس الكرة وسط الميدان، فابريس انغوما اجل البقاء متصدرا لفرق المجموعة الثانية، ونقطة ايضا تقرب سيمبا. كرة خطيرة لسيمبا، 1-0. بعد بعمر اغرب كرة. قلت بيترو لوانتا خمس مباريات شباكة لم تهتز، آخر ثلاث مباريات تعرف التعادل السلبي الفريق الأنغولي، بينما السيك استقبل الشباكة هدف واحد فقط في لقاء 1-1 أمام السيمبا. كرة تلعب منطقة فريق السيك، ترجع للفريق الليفواري، ينطلق الفريق السيك، عملية هجومية يقود رقم 9 تريزور ريسورد، كرة تعود فريق سيمبا. مرابغة من كوما
يلعب كرة في العمق ترجع بتدخل غابت الفرص تماما من كلا الطرفين. هذا حسين، حسين مع الكرة، حسين حسين ترجع كرة عند فريق أسيك، ترجع كرة من 17 شما شما انكوما 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 تلعب كرة في اليمين عند انتبا زوكيزا. هنا كرة تبارك بشكل ممتاز، محاولة خطيرة، فرصة ولكن كرة تضيع، فرصة ضاعت على فريق سيمبا، أفضل سيمبا في الشوط الثاني. أسيك الآن ينطلق كورس ميدان عند فريق الإيفواري، يتمرر مع محاولة الانطلاق ولكن أقرب أقرب المدافع شيمالون الكاميروني بثلاث انتصارات وثلاث هزايم. فربع نهائي توقف أمام التيبي مازيمبي، عادل 0-0 في دار السلام وخسر في لو بومباشي 4-1. كرة ترجع للوراء عند الحارس فولي، يتعامل مع المباراة، يحاول يلعب بأقل مجهود. طبعا كما ذكرت غياب رتم المباريات على فريق أسيك، توقف الدوري المحلي بسبب بطولة أفريقيا اللي أقيمت في هذا البلد كوت ديفوار. هذه كورة في العمق، عملية هجومية وحاول إيفواريا لفريق أسيك، عرضية استلام الكورة من شرم حسين، حسين مرة كورة ترجع لفريق سيمبا، طول على الكورة طويلة من محمد حسين، ترجع وسط ميدان، استرجع كورة فريق الإيفواري، أتيح فرصة لفريق أسيك ولكن ضيع، وأتيحت فرص لسيمبا بداية الشوط الثاني أيضا لم تستغل، كانوا تي أمام المرمى الخالي، كورة أرسلها بعيد تماما على مرمى فريق أسيك، وسط استغراب الجميع فيما يصابت اللعب بوكو، بوكو على أرضية الميدان، حكم الجزائري في نقاش مع اللاعب فريق أسيك اللي وضح للاعب أسيك أن اللعب كان على الكرة، حكم اضطر لإيقاف اللعب، تدخل أخير كان من جانب مدافع فريق سيمبا. الآن يستأنف اللعب، كرة يرسل كرة طويلة في منطقة فريق أسيك، اقرب لها